الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ شهاب على ما سمعنا منه من هذه الفوائد، نسأل الله يتقبل منه ومن الجميع، وأن يجعل الناس يحذون حذو الدعوة إلى الله تعالى، دعوة التوحيد. إن شاء الله في الدقائق المتبقية دي نذكر طرفا من الفوائد حول المناظرة التي قامت بين إبراهيم عليه السلام وقومه، وما حدث منه عليه السلام من تكسير الأصنام والأوثان. وطبعا إبراهيم عليه السلام من صغير، من شاب صغير مهتم بأمر التوحيد، وعنده مساجلات مناظرات ومواجهات قوية شديد مع أهل الشرك في هذا الأمر وفي قضية التوحيد. وده قدوة، إبراهيم عليه السلام ده إمام الحنفاء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يقتدي به، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته الله جل وعلا قال له اتبع ملة إبراهيم عليه السلام. الله جل وعلا قال في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، إلى آخر الآية. ابن كثير رحمه الله تعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل قال في صغره كانت له حجة وكان صاحب حق، فقال لك من صغير بدز الحق وعنده حجة، عنده ذكاء، عنده فطنة، وعنده سرعة بديهة، وناظرك بغلبك وماسك الدرب الصحيح. وده نبي كريم، بل ده يعني الشهادات اللي قام ألقى بشر تاني إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما في الدرجة اللي وصلها إبراهيم عليه السلام أنه صار خليلا لله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، دي ما في البشر، البشرية جت، ما في لا قبل لا بعد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها قال لك إبراهيم عليه السلام عنده نعيد، ده في التفسير، تلقى في تفسير ابن كثير للآيات دي، وتلقى في تفسير البغوي كتاب معالم التنزيل بتاع الإمام البغوي، عنده نعيد وعنده معبد. المعبد ده راسين فيه والأصنام، وبيجي يوم العيد بيجيبوا الأكل بتاعهم والحلويات والهنايه، بعدين بيخطوها قدام الأصنام، الأصنام ما مرصوصة، بعدين بيخطوا الأكل قدامه، بيقولوا دي بتبرك، يتبرك الأكل. لا ده كده في تفسير ابن كثير. وبيمشوا هناك بعيد من المعبد، بيمشوا بعيد، بيمشوا بيلعبوا ويلهوا، ويجوا آخر اليوم يقول الأكل ده دي فيها بركة وكذا إلى آخره في المعبد.
إبراهيم عليه السلام خلاهم لما مشوا وجاء داخل المعبد لقى الأكل التنو قصاد الأصنام قال لهم ألا تأكلون؟ أوي أكلوا بعرفهم طراطير ساي ما فيهم فايدة. ألا تأكلون؟ هناك تلقى سورة الصافات ما لكم ما لكم لا تنطقون ما لكم ما بتتكلموا. وشايل ابن كثير قال يأخذ القدوم شايل له حديدة زي ساطور ولما فيهم هرس هرس جد كسروا بعدين أنا لقيت في التفسير السدي رحمه الله رحمه الله تعالى قال كان عمره 16 سنة 16 سنة بس ونكسر الأصنام دي عمره 16 سنة قالوا نكلوا أبو تكلموا ما في كلام في حاجة ما في حاجة لما فيهم كسر هرس قال فجعلهم جذاذا يعني قطعا متفرقة هرس هرس شديد إلا الكبير بتاع أبى يكسر قال ابن كثير ليقيم عليهم الحجة دار يوصل لهم الحق طلعوا بألسنتهم بعد كسر الأصنام الصغيرة خدت القدوم الساطور خدته فوق الكبير ضربته للكبير ومشى وديل قال في مجموعة ابن كثير في التفسير رجع عليه تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم ابن كثير في تفسيري لسورة الأنبياء قال في مجموعة سمعت إبراهيم يتوعد وأقسم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين بس اتهمشوا كذا أنا بجيها قال طوالي مشى البيت قعد والجماعة جو راجعين جو داخلين المعبد ليه قلت الأصنام مكسر إلا الكبير والساطور معلق في الكبير قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين هذا الظالم العمل اللي اعتدى على الآلهة بتاعتنا دي. قالوا سمعنا قام ديلك شوية سمعوا الكلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هنا والله سمعنا واحد ذكر الآلهة دي بسوء وكذا إلى آخره ابن كثير قال يعيبهم ويسبهم سيقول لك ما تسب وما تتكلم في الناس وما هو ده إبراهيم عليه السلام قال لك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس على مرأى من الناس لعلهم يشهدون عشان نازل كله نسمعوا الكلام منه وبعد ده يشهدوا عليه لما نرفع أمره للنمرود الملك نحن يكون نازل كله نشهدوا معانا ودي الدائرة إبراهيم عليه السلام دار الناس كتار يسمعوا جابوه سألوه معاهن آزر والده قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم تكسرت الأصنام دي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال ابن كثير قال فعله كبيرهم هذا غار لا يريد أن يعبد معه غيره كبير ده قال الأصنام الصغيرة دي صغيرة كذا يعبدوها ليه يعبدوني أنا براي قام لما فيها جيها كسرها أقطت دار يوريون إنه ده الطرطور ده ما رضى يعبد معه غيره كيف ترضوا لله سبحانه وتعالى الشريك وكيف رب العزة والجلال يرضى المشاركة ودار يوريون إنه ده ما عنده مروة يكسر ولا عنده قدرة يتكلم معلومة ما بديكم لها تعبدوا كيف كذا سألوه قل له أنت حاضر مكسر الأصنام دي كسرتها أنت ولا كسرها غيرك لو كسرتها أنت أنت ما رضيت يعبدوا معاك غيرك كيف ترضى لله الشرك ولو ما كسرتها أنت أنت قاعد هنا وكسروها قدامك الكسرها منو
لو اتكلمت ورينا الحقيقة وكيف يكسروها وديل أخوانك وإنت ما قدرت تدافع عنهم، ولو ما بتتكلم معناه إنت ما تستحق العبادة. دي كلها حجج، عشان كده هون الكلام ده كله استلموه، والكلام ده كان في العراق، إنه كثير قال في العراق، شد زمان الكلام ده في العراق. بعدين قاموا قالوا والله إنتوا والله إنتوا ضالين، في بعضهم هون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم شنو؟ إنتوا أهل الظلم وإنتوا أهل الضلال. ما تم دقيقة ثم نكسوا على رؤوسهم، تاني الصفحة قلبت، رجعوا تاني. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله، أها تعبدوا زي ده، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إنتوا لا بينفعكم ولا بضركم ولا بيتكلم ولا بوريكم معلومة، تعبدوا ليه؟ وده حال القبب الليلة، واسي الكلام ده بيتكرر ليه يوم الليلة بيتكرر. قبل 7 سنة أو 8 9 سنة 2015 اللي قبل 9 سنة سيدة 2024 تاريخ المكعوج ده، بعدين 2015 جابوا في الجريدة قالوا شيخ من شيوخ مبدى الشيخ رضا، من شيوخ مبدى السبيل من مشايخة المتصوفة، قال نحن كصوفية، نحن الصوفية بعد ما بنسكت، ليه ما بتسكت؟ قال والله اعتدوا على قبر بزيد قبل الصبح، بعد الصبح قبل الشمس تطلع، بعد الصبح وقبل الشمس تطلع، بزيد هناك بتاع سوق ليبيا في أم درمان، سمينه سوق ليبيا هناك أم درمان، المغابر بتاعت ليبيا بتاعت أم درمان هنا، اعتدوا على الشيخ بزيد، هبشوا القبر أبدوا التابوت اعتدوا على خشوا جوا القبة، والشيخ راقد ساي ما قدر يدافع. وقبل فترة قبل مدة قال ضبحوا الغفير بتاع إسماعيل الولي، ضبحوا الغفير ده باعتراف الشيخ الصوفي اسمه الشيخ رضا، قال ضبحوا الغفير بتاع الشيخ إسماعيل الولي هناك في الأبيض. والحادثة الثالثة قال حرقوا قبة الشيخ إدريس الأرباب، إدريس الأرباب ده قال ده من كراماته جاته فركة من الجنة، من الجنة جاته فركة، لا جاته باسطة لا جاته تفاحة ولا مانجا ولا برتكان ولا جوافة، جاب له فركة البردان، جاب له فركة يتغطى بها، ما عراقي ما جابه، جاب فركة بس، ده زمن فرك الله يفركهم شت. بعدين قال الناس ذيل قال نحن بعدهم نسكت، إن الصوفية بعد ابن هيج عديل كده، أها قال له العمل العمليات دي منه اللي اعتدى على شيوخكم انتوا عرفتوه؟ قال والله ما عرفنا. ده معناه ان الصوفية ما بيعلموا الغيب، صح ولا ما صح؟ شيوخهم ما تلموا، عملوا اجتماع كلهم يتلموا وقالوا ما علمنا الزول اللي اعتدى على شيوخنا المدفونين، معناه انتوا ما بتعلموا الغيب. ودرد على النسوان اللي بيمشوا لهم يقول لهم شوفوا لنا الرائحة وهو سووا لنا نفس الكلام. أنا ما لقيت مشرك عنده منطق، ما في منطق، لأنه القبة دي بيبنوها هن أصلا قبر عادي، والقبر ذاته قبيل الشيخ دخلوهن ودفنوهن وقفلوه بالتراب واللبن الطين والطوب ودفنوه، وكان قبر عادي قاموا مشوا جابوا الطلب وجابوا البنا وقاولوه ورسلوا كارات الكوارو والدفارات، جابوا الطوب جابوا التراب جابوا الموية، هم البنوا القبة وجعب دوا. يعني العابد صنع المعبود، انت كيركز في الموضوع ده، العابد هو صنع المعبود، يعني اللي بيعبد القبة هو العمل القبة، القبة ما عبدته هو العبدة، وهو الصنع وهو العبدة. وما لقينا قبة عندها يدين ولا قبة عندها كرعين ولا قبة عندها لسان
ولا قبة عندها جيب ولا قبة بتوزع باسطة ولا قبة بتوزع قروش ولا قبة بتوزع هدوم ولا قبة فيها نظرة شرعية جوا، ما فيش، بس عبارة عن حاجة مدردمة زي غت الريحة بتاعت النسوان يا هو ختنا كذي مدردمة كذي زي القبوة بتاعت الفرم حاجة كذي وسخة كذي وبس مخطوطة كذي ويعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. معقولة يا أخي؟ وديلك عملوا الأصنام، ناس قوم إبراهيم هما الصنم ده أصلا كان تراب، الغنماء بتجي تأخذ راحتها فيه بتتمردق فيه، والكلبة الجريو بيجي يتمردق، لموا التراب ده ولخطين عملوا صنم، نخرته ها كبيرة صغيرة أكبر حقة العابد ولا المعبود كله كذي، والصنم بيحولوه بالله يحول الإله بتاعي، في إله بيشيلوه يا بليد، إله بيشيلوه من دون الله يعبد. عشان تعرف الزول المشرك ما عنده نافوخ ما عنده عقل أبدا، والله الذي لا إله غيره. ولليلة هسي واحد اسمه وجدي هناك في الصقيعة والراني، بعدين حلة جهة الفاو، الحلة بتاعتهم جمع حلة فيها واحد من الخلفاء بتاع التوم والبانجا من الخلفاء، ما قال أجيب اسمه لكن جبتها شيخه الكبير، بعدين الخليفة دعا منه شيخ بطحو جلد وجلد دقو دق جد، بعد الدو كم بسطونة حكوا لي والله حكى لي مجدي ده من أخواننا، قال لي جلد وجلد شديد التم، بعد ذلك قال له أنا عربيتك وعربيت الجماعة نبدأ بيهن هن، مش قلت دار تحمي مننا نشف شفكن أول شيتو، شالوا عربيت الفك كلهم عربات خموها، قال لناس باقي الحل الله باقيين خلاص اخذوا راحتكم الله اتخارجوا طوال. هسي ده إله يعبد، في إله زي ده بكرشة يجلدوه ويرقدوه ويبطحوه ويشيلوا حقه، فيه عين وكذا يشيلوا حقه، هذا كلام فاضي والله الذي لا إله غيره. في رفاعة عصر الشيخ، إذا عصر عديل أسألوا ناس رفاعة هناك، إذا عصر طلع فوق قاعد يصفر لناس الحلة الحقوني ده، الشيخ ذاته خايف، والشيخ الثاني عمل له قبة، الشيخ الثاني على جهة المغابر في رفاعة، شيخ صغير وذاته عاطل سايس مفارز علوب قدرنا كذي شاب صغير عمله شيخ فر، بس ما سمع بال جماعة جو خلاص قربوا العيدج هنا أها وماشين جو المتمة وجايين بيجاي ود النور الحضور كذا إلى ماشي أوك برنكو فت كبرة مرقة وإما معروف لاس، الشيخ جرى في ذول بينفع بدور بجر أها الشيخ ذاته جرى، والشيخ الثالث في رفاعة اسمه غرشي، أنا ما رفاعة عارف التفاصيل دي كل ما بيقدروا يغلطوني بيكرهوني كراهية شديدة، بعدين غرشي ده يده مقطوعة زي هبل يد واحد شغال كذي واحد، بعدين يده مقطوعة ما قدر يرجع له يد يسوي له يد خليه يديك التجنة ولا يديك ولا ينفعك ولا يضرك، عنده بوكسي بوكسي سمح الله لا بارك فيه هو. بعدين بوكسي وده الجماعة مدور البوكسي جو نزلوه يلا خارج ركبوا البوكسي فر ما شبهه قدام الشيخ عمر دعين كذي بوكسيو وقاعد في الحلة في رفاعة في المدينة بوكسيو جاسفوه، ولليلة ما جاب بوكسيو ده بجيب الغنماية الرايحة ده بيتصرف في الكون، فديل اتفضحوا شت شكذي إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وبين التوحيد صدع بالتوحيد، شوف الحصل شنو بدل يشكروه وقول لك جزاك الله خير يا إبراهيم جزاك الله خيرا إبراهيم عليه السلام ونحن من الليلة على دربك وأصنامنا دي لا بتنفع ولا بتضر وهذه تكسرت وصنمنا القاعد داسي بنلحقوا للباقيات، بدل يقولوا كذي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين سورة الأنبياء هناك، فجعلناهم الأسفلين سورة الصافات، شوف
ده نبي يا جماعة. ودي كلمة ختامية أنا أختم بها للرجال وللنسوان وللشباب ولإخواننا الدعاة إلى الله تعالى. ما ترجو من الناس يشكروكم. أنا عجبتني كلمة لقيتها في تقديم الشيخ العلامة صالح الفوزان لكتاب منهج الأنبياء للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، في المقدمة ذكر أكثر من 8 صفات بيتصف بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. من ضمنها قال الصبر، قال تصبر، قال ستؤذى، قال هذه الدعوة كذي، قال باللفظة دي، قال ليست مفروشة بالورود. درب بتاع الدعوة ده ما درب جنة، انت هسي ماشي جنة، هسي يزول لو داري يودي له بضاعة يوديها لمدينة تانية يدعب يصحوا قبل الصبح، يقول له هوي الدفار بيفوتك قبل الصبح، ماشي معانا شندي اي ماشي عطبر اي قبل الصبح، ها تلقانا هنا دي جنب الشارع الأحمر ويقوم بدري والشارع كله دقداق وحر قاعد فوق، ده عشان تصل وين؟ عطبرة ولا شندي؟ اها انت دار تصل الجنة. الدرب ده قال لك الدرب ده فيه ابتلاء، الدرب ده حار مرات، تصبر على هذا الناس، ممكن ناس الحلة يضحكوا عليك وكل يومين يجيبوا فيك إشاعة ما تتجرس، خليهم يكذبوا فيك ودي حسنات جاياك، نقول لك ده كذا وديل كذا وجاتهم قروش وعملوا لهم شايلين سلاح وسووا كذا وعملوا وفعلوا وإلى آخره، هذول طول بالك والله أصلا ما تتضايق. أنا زمان كنت بتضايق، أسي من الكلمة دي تاني إن شاء الله لقدام الله يثبتني وإياكم. إذا ده نبي نبي الكلمة دي تقوله وقف، أنا مين أمس والله واقف معاه من العصر أمس قريت الآيات دي، وقفت فيها أنا بدري قريت التفسير، لكن ما تأملت فيه زي ما تأملت زي الكلمة دي زي الفترة دي. ده نبي نبي نبي، ما قالوا النبي ده أبن لبيت سكنوا أحسن سكنة، هسي لو جاء نبي في الحلة دي هنا قال يا جماعة جيت أعلمكم الدين، الناس بيقابلوه بشنو؟ ما بيكرموه؟ أحسن الإكرام، لأنه جايهم بالكرامة الججد دعوة التوحيد والخير. ديلك النبي نبي قالوا حرقوه، كلمة حرقوه دي ما قالوا لي داعية ولا خريج جامعة، قالوا لي نبي، يعني انت يقولوا لك شنو؟ هو نبي إبراهيم عليه السلام، قالوا حرقوه، أها اتوعدوه، ولا البعد فأرادوا به كيدا، نبي بكيدوا به، انت زول ساي كذا عادي معاهم كذا يخلوك ساي تفضل وتعال والشيخ وكذا إلى آخره. دي الشعوب دي الله من رحم الله شعوب مطموسة، شعوب ممسوخة، شعوب حوصة ما بتعاين زي الناس، شعوب ما بتفهم، شو إلا من رحم الله. في ناس كويسين ما بيفهموا، هسي زول الشرك بيعظموه ويدوه بالتيخة هدية، أنا لو في محلهم بفلقوا بالبتيخ ده الطاغوت ده أفلقوا أقول له هاك ثبت، أها ثبت دي وديه في أحضانه بالبتيخة ده بيدوه بالتيخة وبيجاي ويمشي ويزوجوا له ويعملوا له ويغسلوا له كرعيه، ده تغسل له كرعيه ولذا مد كرعيه بس تشنقل وكذي هوبا جاك زول كذي طوالي مستابل سايخ. أهذا نبي نبي؟ عليكم الله يا جماعة قفوا مع الكلمة دي كثير، بدعينكم الله المسألة دي إذا وقفتوا معاه من أسباب الإعانة في الدعوة إلى الله تعالى التدبر لهذه الكلمات ولكتاب الله. حرقوه قدر ما يعزوك في الدعوة بس يتذكر الكلمة دي، وغيرها من القصص في القرآن. وموسى عليه السلام بحر من ولادته، يوسف دخلوا بير، أها شوف نوح عليه السلام قال له مجنون ده بيجاي، هارون عليه السلام أزوب يا غادي ديل بيجاي، الأنبياء الرسل، يعقوب عليه السلام بصر ومشى كل ابتلى. حرقوه وانصروا آلهتكم، طالما بينصروها نصر دي أنا داير منها نصر هي بينصروها كيف تنتصر لي؟ وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، اشتغلوا دعوة ناس تلف والله.
تنشط وكذا، حجبات تحاربها، عبادة الشيوخ، عبادة القبب، عبادة الوداعيات، سؤال الوداعيات، بكرة بيحصل بعد بكرة، كل كذب وشرك بالله. أسأل الله يصلح حالنا جميعا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا.